طيب يا حبيبتي، طيب يلا أكلمك بعدين. حبيبتي، وحبيبتي دي بقى ايه اللي مصحيها لغاية دلوقتي؟ بتكلمي مين يا بطة؟ دي ولا ده بتكلمي مين يا بطة؟ دي واحدة صاحبتي. بدأنا الموضوع بكده يبقى هتشوفي وش مني زي الزفت. بتكلمي مين يا بت؟ بص بصراحة يا آدم، ده واحد اسمه مرزوق. مين مرزوق ده؟ ولا بيزفت ايه؟ ولا عرفتي فين ده؟ بص يا آدم، أنا هحكي لك على كل حاجة، بس أوعدني إن هو يفضل سر ما بيننا. احكي يا ماما، احكي يا حبيبتي، بس احكي بصراحة. عايز يخطبني. كلمة جد؟ طب ولما هو عايز يخطبك بجد بقى، ما جاش للبيت قابلنا؟ انا اللي ما كنتش عايزه، كنت مستنيه الوقت المناسب. وامتى بقى روح خالتك الوقت المناسب؟ اللي تشوفه يا ادم. انا عايز اقابل الواد ده. اتفقنا؟ اتفقنا. كبرت يا بنت تتخطبي؟ ها؟ تعالي كمان واحد. ألف سلامة عليك يا حبيبي. يسلمك. اطمنوا يا جماعة، جت سليمة الحمد لله. أسفين يا دكتور، جبتك على ملا وشك. يعني هو كويس يا دكتور؟ الحمد لله. طبعا إذنكم. كتر خيركم يا جماعة، أنا الحمد لله كويس. يا حبيبي يا ابني، منه لله البعيد، ربنا ينتقم منه أشد انتقام. قادر يا كريم يا رب. هو آدم سابه؟ ده ادعى الاتموت. ربنا يحميك يا آدم، ده أنا ما شفتش في شهامتك وجدعنتك دي حد أبداً. ليه بقى إن شاء الله؟ وعمل إيه يا زلمة اللي أنا عملته؟ ما أنا مسكت الحرام اديته علقة موت، لولا هو اللي جه أنقذه من إيدي. حصل حصل. ويا تعويرة والدم ده من إيه يا عم البيت؟ أه؟ لا ده أنا كنت بحلق وبعدين وقعت على الفاظة. حصل. الحمد لله يا صاحبي. آدم ما يتخافش على جيفارا. مش غريب عليك والله يا آدم، هي دي أخلاق ولاد الكانتري. شكرين على المعلومة يا خواجة، من فضلك يا جماعة، الدكتور قال الكلام خطر على آدم. تفضلوا تفضلوا، تصبحوا على خير، تصبحوا على خير، عايزين ننام. تفضل حضرتك، تفضل حضرتك. أنا مش فاهم، بس الواد ده بيجري ورا المشاكل ولا المشاكل هي اللي بتجري وراه؟ كبد عليك يا ضنايا يا ابني، طول عمره في حاله ودايما متصاب. أيوه، خليك انت في كبدي ويا ضنايا لغايه اما رقك جنبك، او لا قادر يتحرك ولا يروح شغله. كراي امين، مالك شد السلخ عليا انا والبيت كده ليه؟ عندي حق ولا ما عنديش حق؟ بصراحه مالكش حق، احنا عيلنا زي الفل، وانا مربيهم كويس وزرعت ربنا سبحانه وتعالى جواه. لازم تفرح ان ابنك راجل وشهم. الشهامه ما بتجيبش حقها اليومين دولت يا صبره، واديك شفتي. يعني كنت هتفرحي لو ابنك راح فيها؟ بعد الشر ان شاء الله اللي يكرهوه يا رب. استغفر الله العظيم. صباح الخير. ده من اهله صبرني يا